اليوم فيه موضوع مهم يتعلق بتصريحات مناصرة جزائرية ضد الكوت ديفوار بعبارات قاسية جدا تحفظت السلطات الإيفوارية عليها، وهي محقة في ذلك أن تتحفظ على هذه التصريحات أو مثل هذه التصريحات، وهي محقة أيضا السلطات الإيفوارية لما تقوم بإجلاء أو طرد هذه المناصرة التي لا تمثل الجزائر بطبيعة الحال، ولا تمثل أغلبية الجزائريين ولا كل الجزائريين. وهنا يجب أيضا خلال هذه الحصة سنؤكد على مجموعة من النقاط المهمة. هذه التصريحات التي تبدو معزولة ولا تمثل الشعب الجزائري إطلاقا، الذي المناصر الجزائري يتكلم هنا الذي يصنع الاستثناء بشكل كبير مع الشعب الإيفواري، وشاهدنا التصريحات وأيضا حصة الصور استغلتها بعض الأطراف خاصة أعوان المخزن الذي يستثمر في هذه أو في هذا التصريح خاصة بشكل عجيب وغريب ورهيب، ويغذي هذه التصريحات لتصل لدرجة الفتنة بين الشعبين الإيفواري والشعب الجزائري. رد الجزائريين بطبيعة الحال كان مثاليا، ولا يمكن أيضا لأحد أن يعلم الجزائريين معنى الاحترام أو التقدير وإن كنتم جاهلين لهذا الأمر، خاصة نتكلم بهذه الرسالة لأعوان المخزن والمخزن بالتحديد لأنه يستثمر، وشاهدنا ووصلتنا رسائل بشكل خاص من طرف المناصرين الجزائريين هناك. علاقتنا مع الشعوب الإفريقية يعرفها الجميع منذ الخمسينات أو ضاربة في عمق التاريخ، والثورة الجزائرية كانت ملهبة للشعوب الإفريقية من أجل التحرر، وأيضا رسائل الجزائر دائما ما تكون إفريقية، وعمق الجزائر دائما ما يكون إفريقي. لذلك نقول بأن تصريحات هذه المناصرة الجزائرية هي بالنسبة لنا كجزائريين لا حدث، ونتمنى أن تكون بالنسبة للإيفواريين لا حدث، لأن هناك طرف آخر يجب أن يعي هذا الشعب الإيفواري هذا الأمر ويستثمر فيها بشكل كبير، ثم أن هذه المناصرة غير مقيمة في الجزائر. علاقتنا بالشعب الإيفواري تحكمه الصداقة، المحبة والأخوة، ويحكمنا أيضا القارة، تحكمنا القارة الإفريقية، جمعنا الماضي ويجمعنا الحاضر وتحديات المستقبل.